أهلا بكم مجددا. أعلن وزير الثقافة المتحدث باسم الحكومة العراقية حسن ناظم أن العراق سيستضيف السبت المقبل مؤتمر دول الجوار بمشاركة دولية. أقال ناظم أن هذا المؤتمر سيكون مميزا من حيث الحضور، وهو تتويج للدبلوماسية العراقية، ويتزين شارع المطار ببغداد بأعلام الدول المشاركة في المؤتمر. أمنيا، ألقت قوات الأمن العراقية القبض على 34 شخصا بتهم مختلفة، بينهم 4 متهمين بالإرهاب، كما ضبطت أسلحة ومواد متفجرة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد. وأعلنت الاستخبارات العراقية ضبط عبوات ناسفة وقذائف من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي. هذا وتضرر رتل ينقل معدات للقوات العراقية جنوب البلاد بعد استهدافه بعبوات ناسفة. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي رفع 3 عبوات ناسفة وتدمير وكر للإرهابيين. وقال الأمن العراقي أن عملية استباقية نفذت في المناطق والقرى الممتدة بين قطيعي عمليات ديالا وصلاح الدين شرقي طوز خرماتو، كما أسفرت العملية عن تأمين أبراج الطاقة الكهربائية في هذه القرى. وفي العراق، أجرى الدكتور منصور الشمري الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال مباحثات مع عدد من مسؤولي العراقيين الأمنيين. ناقشوا خلالها مبدأ التسامح والتعايش بين الشعوب بما يساعد في محاربة التطرف فكريا وإعلاميا. وأكد الدكتور الشمري أن مركز اعتدال بكل أدواته وما يضمه من كفاءات في خدمة العراق ودعم جهوده في حربه ضد تنظيم داعش. للمزيد نتابع. زيارة الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال الدكتور منصور الشمري والوفد المرافق له إلى العراق لاقت ترحيبا واهتماما كبيرين، حيث التقى الوفد السعودي مستشار الأمن القومي قاسم العرجية ورئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اللذين أشادا بتطور العلاقات العراقية السعودية في المجالات كافة، كما أثنوا على جهود المملكة والمركز العالمي في تسخير إمكاناتهما في محاربة الفكر المتطرف. لأن هذه الزيارة كجزء من استراتيجية تبنتها المملكة العربية السعودية بالانفتاح على العراق وتفعيل الملفات المشتركة، خاصة إذا ما علمنا أن داعش ما زال يشكل تهديدا كبيرا للمنطقة، سواء كان العراق أو السعودية أو دول أخرى، وبالتالي ربما يكون هنالك تفعيل بعض الملفات في المستقبل القريب التي تثمر عن التعاون الأمني والتعاون الاستخباراتي، وبالتالي سيلقي بظلالها على واقع استقرار المنطقة بأجمعها في هذا الاتجاه. الوفد السعودي وعقب عقده مباحثات مع الجانب العراقي أكد أن المركز بكل أدواته وما يضمه من كفاءات هو في خدمة دولة العراق ودعم جهودها في حربها ضد تنظيم داعش ومكافحة أفكار وأيديولوجيات التنظيمات المتطرفة والإرهابية، حتى لا يجد التنظيم حواضن فكرية لعودته مع العبور بالأجيال القادمة إلى بر الأمان. زيارة الوفد المملكة العربية السعودية إلى بغداد واللقاء مع شخصيات أمنية وعسكرية، هذا إثبات ودليل قاطع بأن المملكة العربية السعودية كانت وما زالت تحارب الفكر الإرهابي المتشدد بكل أصنافه وأنواعه. وهذه طبعا ليست الزيارة الأولى، وإنما هناك كانت بعض الاتفاقيات التي أبرمت بين الحكومتين السعودية والعراقية لمواجهة الإرهاب الدولي والتطرف العنصري والطائفي وكل ما شبيه بهذا التطرف. زيارة تأتي للتأكيد على الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين الشقيقين وتبادل الخبرات ووجهات النظر والتنسيق للعمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف، خصوصا بما يمتلكه الجانبان من إمكانات وقدرات تساعد في الدفع بجهود مكافحة الفكر المتطرف وتنظيماته نحو مزيد من التقدم لتحقيق الأمن والاستقرار. استمرار تبادل الزيارات بين مسؤولي المملكة العربية السعودية والعراق من أجل التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات سيفتح آفاقا جديدة لاستقرار وازدهار البلدين. فراس الدليمي، الإخبارية، بغداد. للنقاش انضم لنا من بغداد المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية دكتور معن الجبوري. دكتور معن، إذن زيارة الأمين العام لمركز اعتدال والوفد المرافق له إلى العراق ولقائه
مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وأيضا رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، ما دلالات هذه الخطوة في موضوع مكافحة التطرف ومحاربته برأيك؟ طيب يومكم والسادة المشاهدين. لنتفق أولا أن اهتمام المملكة العربية السعودية الشقيقة بإنشاء ومأسسة هذا المركز العالمي، المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال، هو يعطي رسالة واضحة وصريحة إلى العالم أجمع مدى اهتمام المملكة بالقضاء على الفكر المتطرف، بمحاربة الإرهاب، بإنشاء أيديولوجيا معتدلة ومن هذا المسمى الاعتدال في التعامل والتعايش السلمي مع جميع دول العالم. بالتالي وصول هذا الوفد برئاسة الدكتور منصور الشمري والوفد المرافق له والاهتمام الكبير بالمؤسسة الأمنية والعسكرية العراقية وتبادل الخبرات، هذا أيضا يعطي رسالة كبيرة بأن الاستقرار في المنطقة سواء في العراق واهتمام المملكة في استقرار الوضع الأمني في العراق يؤثر على الوضع الإقليمي أيضا، لأن نحن نعلم أن التداعيات التي حصلت في العراق بعد 2003 ألقت بظلالها على الوسط الإقليمي وتأثرت العديد من البلدان الشقيقة والصديقة. لذلك حقيقة هناك تفاؤل كبير، هناك اهتمام كبير من الحكومة العراقية بالخطوات والمنجزات التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة في التواصل مع العراق وفي إبقاء العراق في محيطه العربي، وهذا طبعا جاء تتويجا لكثير من الزيارات والاتفاقيات والمعاهدات السابقة التي تمت بين البلدين الشقيقين. العراق أيضا نتوقع دكتور معنا، العراق مر بتجربة في مع داعش وتجارب سابقة، والأمين العام لمركز اعتدال أشار إلى أنه يجب الاستفادة من تجربة العراق في التي خاضها في مواجهة الإرهاب، كيف يمكن ذلك برأيك؟ نعم أتفق مع ما تفضل به السيد الدكتور منصور الشمري، لأن العراق كما نعلم هو نجح في محاربة الإرهاب، في مكافحة تنظيمات داعش وقبلها تنظيمات القاعدة وأخواتهم من المنظمات الإرهابية التي نشطت واستباحت واستغلت الظروف آنذاك في العراق. لذلك هنا تبادل الخبرات كما ذكرت، كون أن الأيديولوجيا والأفكار والمعلومات التي يمتلكها مركز اعتدال والخبرة الميدانية التي تمتلكها المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية هي تصل إلى حصيلة وثمرة بأن محاربة داعش ومحاربة الإرهاب على جميع مسمياته قد وصلت إلى مستوى مقبول وتعطي رسالة الطمأنينة إلى شعوب المنطقة، ليس فقط المملكة العربية السعودية الشقيقة والعراق، إنما كما ذكرت تلقي بظلالها على دول المنطقة. لذلك أعلن السيد الدكتور منصور الشمري صراحة أنه بصدد الاستفادة من الخبرة الميدانية والتجربة العراقية وبالتالي تطوير هذه الخبرة في المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال. في العراق هناك أحزاب سياسية وهناك دينية كما هو الحال في كل مكان في العالم، بالتالي عندما نتحدث عن كلمة اعتدال سواء بهذا المركز أو الاعتدال الوسطية الجميع يدعي وصلا سواء دينيا أو سياسيا بأنه مع هذه الوسطية، وربما ترفع بعض الأحزاب هذه الشعارات للحصول على دعم جماهيري، لكن ما السبيل للتيقن من أنه فعلا هؤلاء هم أقرب إلى الوسطية أو إلى الاعتدال؟ نعم هناك تطرف، يعني لنتفق أنه هناك قوى متطرفة في العراق، هناك قوى موالية إلى إيران وتعمل حتى في الضد من الدولة، من الحكومة العراقية ومن الدولة العراقية ومن الشعب العراقي. هناك سلاح منفلت، هناك أيديولوجيا أحزاب لها تبعية عقائدية إلى ولاية الفقيه في إيران،
ولكن الآن هناك المد الشعبي الثوري أستاذ العزيز، هناك انتفاضة تشرين في عام 2019 التي أسقطت حكومة عادل عبد المهدي التي عدت متخاذلة، وجيء بحكومة السيد الكاظمي الذي حقيقة مضى قدما في الانفتاح مع محيطه العربي وتحديدا مجلس تعاون الخليج من أوسع أبوابه المملكة العربية السعودية الشقيقة. بالتالي هذا يؤسس إلى منظومة جديدة ضد الفكر المتطرف، ضد هؤلاء. حتى المعادلة الطائفية أصبحت حقيقة ورقة خاسرة في العراق، هذه الأحزاب لا تستطيع استعمالها الآن نتيجة الوعي الجماهيري الموجود والوعي الشعبي. على هذا الأساس هذه الأحزاب، هذه الفصائل المسلحة والميليشيات خاسرة بالتأكيد، والانتفاضة أعطتنا مؤشر كبير حين رفعت شعارات واضحة وصريحة ضد الوجود الإيراني، ضد التغول الإيراني، وضد القوى المساندة إلى الأيديولوجيا الإيرانية. ابقى معي رجاء دكتور معن. مركز اعتدال محاصرة للتطرف بكافة صوره وأشكاله وعلى المستوى العالمي، نتابع. دكتور معن، إذا كانت الدول والأحزاب المعتدلة مع بعضها يجب أن تعمل وأن تستفيد من خبرات بعضها، لكن هناك تكتل آخر للمتطرفين وللطائفيين، ما السبيل لمواجهته؟ هناك أكثر من قوى داعمة لهذا التوجه. أولاً كما ذكرت، الرصيد الشعبي، الجماهير الشعبية، الملايين من العراقيين الذين هم يؤسسون حقيقة القوى الكبرى في التأثير وفي حتى في رسم سياسة الحكومات، كما ذكرت، لأن أول مرة في تاريخ العراق الحديث انتفاضة شعبية وتظاهرات تسقط حكومة حزبية كانت مؤسسة هي حكومة عادل عبد المهدي. هذه القوى لا يستهان بها، هذه القوى تؤمن بالاعتدال، بالتعايش السلمي، بنبذ الطائفية. الشعارات التي رفعوها واضحة جدا، وتنبذ الطائفية وتنبذ التدخل الخارجي، وتحديدا ما كان يسمى بالوجود الإيراني السياسي والأذرع المسلحة التي تستعملها إيران. هذه كلها تشكل حصانة، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية، القوى الوطنية، الأجهزة الأمنية الوطنية تتمتع بمهنية عالية، وهذا ما يمكن أن حقيقة يستفاد منه أيضا المركز العالمي لمحاربة الفكر المتطرف اعتدال، ولقائه بالقيادات العسكرية والأمنية. الدكتور منصور الشمري يؤسس إلى أن هناك ثقل، هناك قوى، وهناك أحزاب وطنية أيضا. لا ننسى، لا يمكن أن نغفل أن هناك قوى وطنية تعمل لمصلحة العراق ولمصلحة الدولة، وبالتالي لمصلحة المنطقة بذاتها. وأكثر ما يهمنا هو عمقنا العربي والاستراتيجي، وأن ننطلق من المملكة العربية السعودية. هذا يعطي ضمانات كثيرة ويعطي رسالة واضحة إلى الآخرين بأننا ماضين قدما في البناء وفي فرض السلم المجتمعي.
شكرا جزيلا لك دكتور معن الجبوري المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية، كنت معنا من بغداد.